سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد المدافع الدولي السابق لفريق النصر أبو بكر الربع أحد أبرز المدافعين الذين برزوا على صعيد كرة القدم الليبية طوال السنوات ومواسم السبعينيات. بدأت مسيرته الكروية مع أشبال فريق النصر عام 1967، وتزامن التحاقه بفريق الأشبال مع تعاقد إدارة نادي النصر مع المدرب اليوغوسلافي الكبير ماتيكالو، حيث تدرج الربع سريعاً واقتنع ماتيكالو بقدراته لينضم مبكراً للفريق الأول عام 1969. استمرت مسيرته الكروية مع فريق النصر الأول، وكان في بداية مشواره الكروي مهاجماً، غير أن ماتيكالو صنع منه ظهير أيسر عصري، حيث كان يشارك في الهجمات مع إيجاد دوره الدفاعي بامتياز. تواصلت مسيرة المدافع الدولي بوبكر الربع الكروية بأدائه الجاد الذي اشتهر به مع فريق النصر الأول كمدافعاً بارعاً وبارزاً حتى عام 79. وكانت مباراة فريق النصر أمام شباب الكور الجزائري آخر مبارياته رسمياً مع فريق النصر. ومع المنتخب الوطني اختير مبكراً بداية عام 1970 بقيادة المدرب الوطني الراحل حسن الأمير، حيث شارك مع المنتخب الليبي في أكثر من 25 مباراة دولية بين ودية ورسمية، وأبرز مشاركاته كانت بدورة الإجلاء بليبيا وكأس فلسطين الأولى بالعراق وكأس فلسطين الثانية بليبيا عام 1973 وكأس القنيطرة بسوريا عام 1974. وأبرز مبارياته الدولية مع منتخبنا الوطني كانت أمام منتخب مصر، وأسفرت عن تعادل المنتخبين بهدف لهدف في بطولة كأس فلسطين بالعراق. اعتزل اللاعب عام 1979 مع توقف النشاط الكروي واتجاهه لمجال التدريب مباشرة، حيث درب فرق أشبال النصر مطلع الثمانينيات، ثم عمل مدربا مساعدا للفريق الأول مع اليوغوسلافي بوجيدار، ثم مدربا للفريق الأول من عام 83 حتى عام 86، ونجح خلال المشاركة الإفريقية الثالثة في تاريخ النصر عام 1985 في قيادة الفريق الأول للمرة الأولى لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس كؤوس أفريقيا، كما قاد قبلها فريق النصر للتتويج ببطولة دور النهر الصناعي عام 1984، ثم عاد ليتولى مهام تدريب فريق النصر في فترة ثانية أواخر الثمانينيات مع جيل آخر من اللاعبين، واستمر لقرابة موسمين، وكانت آخر مرة يقود فيها النصر هي موسم 2002-2003 حين قاد الفريق للتتويج ببطولة كأس ليبيا. ويعد الربع أكثر مدرب محلي في تاريخ نادي النصر يتولى مهام تدريب الفريق الأول. تولى أبو بكر الربع مهمة تدريب عدة فرق محلية أبرزها الهلال الذي قاده خلال مشاركاته الإفريقية الأولى عام 2001 في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، كما أشرف على تدريب الهلال عندما مثل ليبيا في تصفيات كأس العالم في مبارياته أمام منتخب توغو ببنغازي، وأسفرت المباراة عن تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، إلى جانب توليه تدريب فرق محلية أخرى. واللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني أبو بكر الربع من نجوم النصر القلة الذين عاصروا أجيال عديدة في مسيرة النصر، حيث عاصر ولعب مع جيل السبعينيات كلاعب، وعاصر ثلاث أجيال نصروية أخرى كمدرب، وهي أجيال الثمانينيات والتسعينيات والألفية، والذي كان آخرها جيل موسم 2003 الذي قاده لإحراز بطولة كأس ليبيا.